سؤال أنا بسأل الموجودين، أهل البيت سلام الله عليهم معصومين؟ معصومين. لو عندنا واحد ثاني شك هذا غلو لا يجوز، ويعطيك شرك وكفر وبرك وما دي روح زي أحد الجهابذة في عصرنا هذا، محدث كبير، يا سلام على هذا المحدث، لطيف جدا، في كتابه الإصابة في الاحتجاج بفهم الصحابة، انزين خلينا نشوف اللطيف هذا ماذا فعل. اسم المؤلف حاي سالم الحاي. طبعا المناسبة عندنا رد عليه إذا شفتوه في الراصد. هذا المحدث الكبير والعالم النحرير ماذا فعل؟ خلونا نشوف في صفحة 44 قاعد يتكلم عن منو؟ عن الصحابة. فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شفيهم؟ خلونا نشوف. يقول طبعا هو قاعد ينقل عن كتاب الحافظ الرازي، وحين نقل من الحافظ الرازي، فأما أصحاب رسول الله إلى أن يقول فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. في شيء هني طايح، فكانوا عدول الأمة. شنو الشيء اللي طايح؟ أو الشيء اللي هو لا هي العبارة زلقت بروحها. نرجع إلى كتاب الجرح والتعديل للرازي في صفحة 7، ركزوا معي ايش قالها. ماذا أسقط؟ نقول فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. ركز معي. فنفى عنهم الشك والكذب والغلط، هذه تحتها مليون خط، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلى آخر كلامه عدلا. هذا كله أسقطه هذا الشخص. إذا قرأنا هذا الكلام شنو معناته؟ عصمة. إذا الله سبحانه وتعالى نفى عن هؤلاء الكذب والغلط والريبة والشك، يعني ما في تعريف للعصمة أفضل من هذه. لذلك هذا المحدث الكبير أسقط من كتابه قول الحافظ الرازي، تدل دلالة واضحة على التحريف. لماذا أسقطها؟ لأن فيها غلو على حسب معتقده. وللأسف ترى ما أشار أن أسقط العبارة، نكملها كاملة شباب.